هذا وقد أكد عدد من المسؤولين الحكوميين أن الملتقى يرسم استراتيجية كبيرة لمستقبل حكومي يصب في مصلحة المواطنين. تقييم ما أنجز في 2016 و17 يعني، ومعالجة القصور الموجودة في المشاريع، هذه هدفنا، ونعتقد أن هذا يصب في مصلحة الوطن والمواطنين لتقديم أحسن خدمة. هذا الملتقى مو فقط يعني نحن نتجمع، ولكن نرسم استراتيجية كبيرة. الاجتماع السابق أو الأول كان من بعده اجتماعات عدة، هذه الاجتماعات كان لها دور بأن تكون تثري عامة مستوى العمل الحكومي. اليوم نشوف الجواز تكثر والناس عامة بتخصصات مختلفة، ففعلا هو إضافة عما كان عليه من البداية، وأحس أن هذه الاستمرارية إذا كنا بهذا المستوى فالمستقبل الحكومي إن شاء الله بيكون زاهر، وتكون عامة المشاكل عندنا أقل نقدر نتغلب عليها. علوم الفضاء بأن هي مجال جديد نحن نعمل من خلاله إن شاء الله، وخلال تفعيل مرسوم إنشائها إلى خلق فرص جديدة، الاهتمام بالإبداع والابتكار، فرص جديدة سواء في القطاع الحكومي أو كذلك في القطاع الخاص، جذب الاستثمارات بمشيئة الله. ووضعنا نحن مجموعة من الخطط وفق آلية معينة تم ترجمتها إلى مجموعة من المهام خلال الأربع سنوات المقبلة في استراتيجية الهيئة الوطنية للعام 2019 إلى العام 2022.